يا اهلا بيكي في مصر، وكلمينا بقى عن وجودك في مسابقة ملك الجمال العرب وحصولك على لقب ملك الجمال العرب. أول حاجة السلام عليكم، لي الشرف نكون معكم اليوم. ثاني حاجة أنا فخورة جدا بربحت لهذا اللقب ديال ملكة جمال العرب، وفخورة أنني كنت واجد في مصر وكنت واجد معكم اليوم. جلسنا 10 أيام في المعسكر، كان معسكر جميل بزاف، تعلمنا فيه بزاف الحاجات. مثلا تعلمنا كيفاش نهضروا مع الصحافة، كيفاش نجاوبوهم، تعلمنا كيفاش نحافظوا على الهدوء ديالنا، تعلمنا كيفاش حتى نوقفوا، كيفاش نتصوروا، كيفاش نتمشاو الكات ووك، تعلمنا كاع هاد التفاصيل. دونك هادشي كان مفيد جدا ليا شخصيا. وطريقة المشاركة ديالي، انا شاركت في كاستينج في الدار البيضاء وتقبلت الحمد لله باش نمثل بلادي في مسابقة ملكة جمال العرب. كتميز اولا بالطاقم ديالها كله، اللي كل عام كيحسنوا منها، وكل عام كنشوفها كتكون حسن من العام اللي قبل منه. زائد انه الكورسات اللي فيها، يعني ماشي غير مسابقه كتدخلها وصافي، يعني كتدخل كتعلم بزاف ديال الحوايج واحد المده طويله، عاد كتبدا يعني المسابقه ديال بصح. فهذا شيء ايجابي اللي ما كاينش في المسابقات الاخرين، وفي نفس الوقت كنحس يعني كتمثل بلادك مع وكتتعرف على جنسيات اخرين، وهذا كان شرف ليا كبير وفخر انني نمثل المملكة المغربية. كلميني عن احساسك لما اتقال على المسرح ان سامية العطوشي هي ملكة جمال العرب. كان احساس فخر كبير كبير كبير، وكان احساس كان حسيت انه قاعد التعب ديال 10 ايام في المعسكر راح في دقيقة. واكيد كنت فخورة جدا انني مثلت بلادي وانني اخذت اللقب ديال ملكة جمال العرب، ولكن هذا لا يعني شيء، كيعني انه حتى البنات الاخرين كانوا كيستاهلوها، وكاع البنات كانوا كاع البنات تعبوا باش يحصلوا على هذا اللقب. كاع البنات تعبوا، و كتكون 10 ايام وانت في المعسكر، 10 ايام ديال التدريبات، 10 ايام ديال الفياق بكري، 10 ايام ديال النعاس في ساعات متأخرة، ومع ذلك خصك تعاود تفيق بكري من اجل التدريبات. فاكيد ما يشككوش فيها، كاع البنات كيتعبوا باش يوصلوا ويحصلوا على هذا اللقب هذا. وهذا الشيء كله كان كيتصور على فكره، ويومياتنا كلنا كنا كنصوروهم من الصباح حتى الليل. دونك هذا الشيء واقعي وحقيقي. اوكي، علاقتي بحنان، بالدكتوره حنان النصر، علاقه جيده جدا وعلاقه قويه جدا، وعلاقه فيها كل الاحترام وكل الحب اللي كنكنوا ليها، لانها انسانه كتعاوننا بزاف، كتسمع لينا بزاف، كتفهمنا. وعلاقتي بسعاد الشامي كمان علاقه زوينه بزاف، كنحس بها بحال الام ديالي، لا هي لا الدكتوره حنان بكل صراحه. وسعاد الشامي لانه بنت بلدي، وكنت كنحس بها هي يعني الكتف اللي كنتسند عليه في هنايا في مصر بكل صراحه، وكانت ديما كتسمع ليا، وكانت ديما كتحس بيا وكتفهمني حتى هي. انا الموضوع ديالي اللي جيت كنهضر عليه من النهار الاول هو الاطفال المتخلى عنهم. كنتمنى انني نكون وصلت الراي ديالي، وصلت داكشي اللي كنفكر به اللي كنفكر فيه. وكان يعني انا حاولت انني نجعل موضوع الاطفال المتخلى عنهم موضوع مقبول وطبيعي يعني عندنا، وما يبقاش دوك الاطفال يتحملوا مسؤوليه شي حاجه وهم ما داروهاش، ونتقبلوهم في المجتمع ديالنا كاي طفل اخر، هما في الاخير اطفال. الصراحه اكثر هوايه هي الكتابه، لانه كنحس براسي كنخرج فيها كاع الطاقه السلبيه ديالي. يعني بعض المرات ما كنحتاج حتى انني نكتب شي حاجه، فقط مثلا كنكون كنشعر بمشاعر سلبيه او كذا، فكنخرجها في ورقه، وبعدين حتى ما كنحتاجش انني نقرا ديك الورقه صراحه. فاش غنتخرج ان شاء الله، ولا حتى قبل ما نتخرج، انا كنفكر انني نبدا المشروع ديالي. انا واحد الانسانه كنموت على المغرب، وكنموت على الثقافه ديالنا المغربيه، وكنموت على القفاطن ديالنا وعلى اللبس التقليدي ديالنا. والحلم ديالي واكبر حلم ديالي هو ان نوصل الثقافه ديالنا للعالم كامل، ولباسنا يتعرف العالم كامل. اكيد هو لباسنا معروف، ما يتسنانيش انا نعرفه، لكن امنيتي حتى انا يكون ليا بصمه في هذا الشيء هذا، وانني نبدا مشروعي في تصميم القفاطن والتكاشط وكاع اللباس التقليدي المغربي ان شاء الله.
بغى نوصل الثقافة المغربية بكل أنواعها، لكن أكيد المجال اللي بغى نتخصص فيه هو القفاطن والتكاشط إلى آخره، لكن حلمي أن نوصل الثقافة المغربية ككل، كأكل، كطبيعة، كبلد، وكأخلاق ناس أكيد. فهذا اللي أصلا من اليوم الأول لما جيت كان هدفي أنه أبين المرأة المغربية والمرأة العربية ككل، وأخلاقها وبتعاملها وبجهدها وبكل شيء هي تسويه. اليوم الطبخ عملت طاجين مغربي، طاجين بالحوت أو كما كتسموه أنتم سمك. انا احب الطاجن بالبرقوق، والله لحمه البرقوق جميل جدا. كل طواجن حلوة وكل أكل مغربي حلو. تعرف تطبخي؟ أكيد أعرف أطبخ. ايه الطبقات المغربيه اللي انت بتحبي تاكليها وتطبخيها؟ أكثر طبق أحب أطبخه هو البسطيلة، البسطيلة المغربية، بسطيلة بالدجاج خصوصا. وصراحة أحب كل الأطباق التانية وأطبخ كل الأطباق الحمد لله. شاطرة جدا. تنصحي اللي يجي المغرب ياكل ايه؟ اللي يجي المغرب خصو يجرب كل شيء وخصو ياكل كل شيء، حيت مطبخنا عالمي وكنتميزو بالبهارات ديالنا اللي ما تلقاوش في شي بلاد اخرى، وبالطبخ ديالنا اللي ما غاديش تلقاه في حتى شي بلاد اخرى. شكرا لكم بزاف، شكرا على الاستضافة ديالي.